نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معي من البصرة المدير العام للشركة العامة للأسمدة الجنوبية حيدر طاهر. أستاذ حيدر مرحبا بك. سيد حيدر، إنتاج أكثر من 2000 طن يوميا من الأسمدة، إلى أي مدى يساهم في تأمين حاجة الحقول والمزارع العراقية؟ أهلا وسهلا بكم. في البداية تحية لقناة اليو تي في وجميع الكوادر العاملة في القناة. بالنسبة لسماد اليوريا، الإنتاج حاليا 2000 طن باليوم، يسد معظم حاجة السوق المحلية أو وزارة الخطة الزراعية لوزارة الزراعة. بالنسبة لإنتاج سماد الدار 500,000 طن، تستطيع سد حاجة البلد، الخطة الزراعية في البلد بصورة كاملة. ولكن حاليا ابتدأنا اليوم بتشغيل مصنع سماد الدار، نحن بحاجة إلى وضع خطة لوضعه كمنتوج محلي من خلال لجان من وزارة التخطيط ووزارة الصناعة لتحديد كمية القيمة المضافة الموجودة حاليا في سماد الدار، وبالتالي اعتباره منتج محلي لنتمكن من بيعه في الأسواق أو وزارة الزراعة. أستاذ حيدر، هذا المنتج إلى أي مدى ينافس؟ يعني ما مدى جودته مقارنة بالمستورد؟ نعم، منتجات الشركة العامة لصناعة الأسمدة معروفة بجودتها الكبيرة، لأن خاضعة إلى جهاز الفحوصات، جميع الفحوصات في الجهاز التقيس والسيطرة النوعية العراقي، ومعروف بشدة هذه المواصفات العراقية في هذه. تتكلم عن منافستها في الأسواق المحلية، الآن الاستيراد انفتح للسماد بالنسبة لليوريا وبالنسبة للداب. منافستنا هي بالجودة ومنافستنا بالأسعار. الجودة مثل ما تكلمنا الجودة عالية، لكن السوق المحلي خاضع إلى الغش الصناعي، يعني في بعض الأحيان حتى منتجاتنا تأخذ وتخلط مع كميات من السماد الرخيص المجهز من قبل الدول المجاورة، وبالتالي قلة الجودة تؤدي إلى قلة السعر. طبعا الفلاح يعني سيد حيدر، حتى لا نصل إلى هذه المرحلة، يعني كيف يتم تجنب مثل هكذا عملية؟ يعني هل عن طريق وكلاء أم تباع من الوزارة مباشرة؟ كيف تتم الطريقة؟ حاليا نحن مرتبطون بعقد مع وزارة الزراعة ينتهي في الشهر السادس. الكمية المتبقية حوالي 50 إلى 55 ألف طن. وضعت الوزارة والشركة خطة لتجهيز الوكلاء وتجهيز القطاع الخاص بعد إنجاز عقد، وخاصة بعد القرار اللي اتخذ من قبل مجلس الوزراء بالسماح للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بالبيع للقطاع الخاص والوكلاء والجمعيات الفلاحية بعد أن كان محتكر إلى وزارة الزراعة. وضعنا خطة تسويقية بعد إنجاز العقد مع وزارة الزراعة، سيتم تجهيز وزارة الزراعة بجزء منها لسد الخطة الزراعية، والبقية توزع بالأسعار أسعار البورصة، مو أسعار يعني أسعار البورصة العالمية، ولكن بدعم أسعار أقل من أسعار السوق اللي تستورد بها المنتج. أستاذ حيدر، ماذا عن عملية تأمين المواد الأولية لهذه المصانع؟ كيف تتم؟ نعم، بالنسبة لليوريا المواد الأولية جميعها هي مواد محلية موجودة داخل العراق، وموجودة اللي هي الغاز والماء موجود والهواء، بالإضافة إلى المضافات الكيميائية اللي موجودة بالأسواق المحلية، هي موجودة. أما بالنسبة لسماد اليوريا، سماد الداب عفوا، فهو مكون من خليط اليوريا موجودة محلي والأمونيا محلي نأخذها من الأسمدة الجنوبية، وحامض الكبريتيك محلي، ما عدا مادة التي اس بي اللي هي السوبر ثلاثي الفوسفات. هذه المادة حاليا تستورد فقط لحين وضع خطة، تم وضع خطة طبعا اليوم تم التداول بين معالي وزير الصناعة ودولة رئيس الوزراء، ونحن والشريك اللي هو شركة تريبل اي الثلاثي القابضة لتأمين حجر
أحجار الفوسفات ليكون الإنتاج جميعه وطني. أستاذ حيدر، إنتاج أكثر من 2000 طن يوميا، هل هناك احتمالية قابلة لزيادة هذا الرقم، أو أنه هي الطاقة الإنتاجية للمعمل؟ نعم 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 نعم، الطاقة الحالية هي 2000 طن، ولكن هناك خطط مدروسة واستراتيجية لزيادة هذه الطاقة، وإن شاء الله في القريب العاجل سيتم زيادة هذه الطاقة الإنتاجية. أما مدير عام الشركة العامة للأسمدة الجنوبية حيدر طاهر، سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.